الفلفل الحامي او الحار طبعا بيبقى تحفة مع الثوم، بيدي ريحة كده ونكهة حلوة قوي. هبتدي احط بعد كده الفلفل الالوان، نص فلفلة، وهقلبه بردك تشويح. انا مش عايزة اسويه، انا عايزاه يكون كرانشي يعني طعمه باين في الفلفل اكني باكله يعني. تقلبتين كده بس صغيرين في الوقت ده. انا هكون مولعة الفرن والشواية لان هو مش هياخد وقت خالص. هبتدي اضيف شرايح الطماطم، الترانشات دي انا زي ما قلت لكم